سيدتي سادتي متابعينا الكرام متابعي اخبار الفجر المغربيه والفجر سبورت، مرحبا بكم معنا مره اخرى في نقل اطوار الدوري المغربي للفوتسال، هذه المره عبر بوابه القسم الوطني الثاني شرق الشمال من خلال افتتاحيه الموسم 2021-2022 مواجهه نادي الاتحاد الرياضي القنيطري ونادي سبو القنيطري ديربي قنيطري حارق هنا فوق ارضيه قاعه الوحدة المدنية. صلاح الدين حميد جديدة الدقيقة الأولى من المقابلة، مهدي يعقوبي كيستغل خطأ دفاعي واضح في صفوف نادي سابو القنيطري، كيخطف الكرة كيتقدم بها كيسددها وكيسجل الهدف الأول لصالح نادي التحدي القنيطري. كرة مع محمد بوشطار تدخل جميل، تدخل جميل والتعادل، كان تدخل جميل من عثمان العالمي لكن التعادل عن طريق محمد ركباني لاعب نادي سابو القنيطري. الدقيقة الثانية، الدقيقة الثانية من المقابلة، لاعب سابو القنيطري محمد ركباني كيعدل النتيجة هدف مقابل هدف أمام نادي التحدي القنيطري، كانت محاولة جميلة عن طريق محمد بوشطار من سابو القنيطري ولاعب التحدي كيحاولوا يطبقوا خطة لاسون تسديدة والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح سابو القنيطري. محمد بوشطار كيستدر بها كيسددها مباشرة وكيسجل الثاني لصالح سابو القنيطري في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، الدقيقة 22 من المقابلة، محمد بوشطار كيسجل الهدف الثاني لصالح نادي سابو القنيطري وبالتالي يحيى بايا، يحيى بايا سددها مباشرة لكن دفاع يحيى بايا، يحيى بايا يسجل الهدف الثالث لصالح سابو القنيطري، خطا دفاعي فادح صدوا الكره الاولى لكن ما كانش المكان المناسب لها الكره الثانيه لعوده يحيى بايا والتقدم لصالح سابو القنيطري، ثلاث اهداف مقابل هدف جميل. حمزه عاقل طويله عند بدر القاسمي قنبوعي تدقويه وتحس فارق اخيرا سعيد تازدج مع ما ضيع محاولتين سابقتين كيسجل الهدف الثاني لصالح التحدي القنيطري، كانت لعبه جميله لعاقل القاسمي القنبوعي، القنبوعي كانت عنده واحد الاصابه في الكتف بعد احتكاك في اللقطه الاخيره، بدر القاسمي مباشره جميله 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 عن طريق بدر القاسمي، كانت سديده مباشره تقريبا من منتصف الملعب، من منتصف الملعب بدر القاسمي مكازه في الزاويه 90 سعد العرش ارتمى ليها لكن بدون اي رد فعل، وبالتالي التعادل، التعادل ثلاث اهداف مقابل ثلاثه ما بين التحدي الرياضي القنيطري ونادي سابو القنيطري، كانت سديده قويه وجميله عن طريق بدر القاسمي تقريبا من منتصف الملعب في الزاويه 90 والتعادل ثلاث اهداف مقابل ثلاثه ما بين التحدي القنيطري ونادي سابو القنيطري. القاسمي كيراوغ اتجاه سعيد تازيد عند القاسمي كدي عند يحيى بايا، يحيى بايا العصعاص جميله جميله قويه جميله قويه، هشام هابيل، هشام هابيل كيسجل هدف رابع لصالح نادي سابو القنيطري، خطا دفاعي ما كانش شافها ما بين لاعبي التحدي، سيده قويه عند يوسف عصعاص صدها ليها بروعه الحارس عثمان العالمي لكن هشام هابيل كان في المكان. حتى وانا غيعلن على ضربه 10 امتار لصالح التحدي، تهدف اخر الثواني، تهدف اخر الثواني عن طريق سعيد تازيس، هجمه مرتده، هجمه مرتده ملعوبه اتجاه سعيد تازيس وفي اخر الثواني على بعد 10 ثواني من نهايه الشوط الثاني والمقابله، القاسمي بادر كيتقدم به، القاسمي تألق العرش، تألق العرش كان قدم، تألق العرش كان قدم، تألق العرش كان قد سابو القنيطري، كان ضرب 10 امتار في الثانية الأخيرة، كان ضرب 10 امتار في الثانية الأخيرة، قاسمي لعيبة تازيت كتنتهي، كتنتهي المقابلة، كتنتهي المقابلة، تعادل إيجابي، أربعة أهداف مقابل أربعة ما بين التحدي القنيطري وسابو القنيطري، لأننا في هذه المقابلة الروح الرياضية هي اللي كانت طاغية، ندية قبيلة، ندية كبيرة، أهداف جميلة، غاية آخر الثواني عاد تحسمت المقابلة، وبالتالي نهاية المقابلة بين سابو القنيطري والتحدي القنيطري بأربعة أهداف مقابل أربعة، إذا كان معكم في هذا الموسم المباشر عبر الفجر سبورت المدير القشيني.